تنضم لي الخبيرة بالشؤون التربوية والباحثة بالشؤون التربوية دكتورة ندى معوض لنحكي اليوم عن موضوع الأهل بمرات بينتبهوا له عند الأولاد، ويمكن رح نناقشه بين النفسي والتربوي، الكذب عند الأطفال عند الأولاد. صباح الخير دكتورة معوض. ميلاد، كيفك؟ الحمد لله مبسوطة. خليني قبل، مبسوطة برجعة الأولاد؟ مبسوطة قد الأولاد أو لأنه عم شوف يعني كتير في ردات فعل حلوة من الأولاد أنه اشتاقوا للمدرسة والعودة للمدرسة، وهيدا الشيء شوي بيفرح القلب بغض النظر عن كل إذا بدك الظروف أو المعوقات واللي يعني ما تتخيل ميلاد قد حلوة كانت الرجعة. قد الاولاد كانوا مرتاحين، قد الاساتذه انبسطوا. نعم. انه عن جد رجعت الحياه لمدرستنا. وقت اللي بترجع الحياه للمدرسه يعني رجعت الحياه. صح. للوطن يعني رجع الامل، لانه اجمالا نحن وقت بنعلم بنكون عم نفكر بالمستقبل. مزبوط. وقت اللي بنرجع نعلم نعرف انه في عنا بكره، في عنا مستقبل، وهيدا الجيل مش قاعد بالبيت مش عارفين شو رح بيصير. صحيح. الكذب عند الأطفال بينتبهوا له مرات الأهل، مرات كمان الأساتذة بالإدارات بالمدارس. كيف بدنا يعني نتعاطى مع هالموضوع من الناحية النفسية والتربوية كمان؟ هو في نوعين من الكذب نحن بنشوفهم. في نوع من الكذب يلي هو بيصير لأنه الولد بيكون عنده خوف إنه أهله بدهم يعيطوا علي إنه أنا عملت شيء غلط. وفي عنا نوع من الكذب يلي هو بيكون مخيلة عند الولد، يعني ممكن يجي ولد صغير بصف الروضات يخبر المعلمة إنه هو مربى أسد بالبيت، يعني هيدا شغلة صايرة، يخبرهم إنه هو عنده أسد بالبيت مربيه هو صغير وبيحبه. أما ممكن يتخيل أمور مرات منصير نقول إنه مش معقول صايرة، أما بيجي بيخبر المعلمة بتقول إنه عم بيألف. هيدا النوع من الخيال يلي بيكون عند الولد هو دليل ذكاء، يعني الولد يلي ذكي بيروح لهالمحلاتها وبيصير يتخيل اشياء وبيخبرها، هيدا دليل ذكاء. هلا التصرف يلي مفروض يصير من قبل المدرسه الاساتذه ابدا مش انه نواجههم نقول له انت عم بتكذب وانت كذاب ونخليه يحس هيدا غلط. مفروض يمكن يكون التعامل معه إيجابة أكثر بدون ما نقول له أنت واحد أنت عم بتكذب، أما نحط عنده هالعقدة الذنب، يعني أنت بس تقول لشخص أنت عم بتكذب بتكون أنت عم بتحطه بخانة أنك أنت غلطان، أنه أنت عم تعمل شيء غلط. هون المخيل يلي عنده منها غلط، مش عم بيألف شيء لا بأنه بده يخبي، أما بده خيفان. يكون خيفان لا عم بيخاف من انه عنده هالمخيله، تخيل حلم بشيء بالليل اما فكر بشيء اخذته مخيلته لبعيد وحكي. فهيدي الطريقه هون لازم نحن نتعامل معه بغير طريقه، يعني خبرتنا خبريه نجرب قد ما فينا نكون عم نروح معه بالحديث ونفسر له انه نحن فهمنا انه هيدا يمكن انت شيء بتحب يكون عندك، يعني نساله هيدا السؤال انت بتحب يكون عندك هيك، انت كنت بتحب تعمل هيك، بدون ما نروح لا نخبره اما نقول له فيك تكتب شو تخيلت، اما فيك تكتب هيدا الخبريه لنرجع نشوفها احسن لنشوف قد ايه ممكن تكون نفهمها. هيدي طريقه نخليه يرجع مرات يمكن يفكر ويعرف يميز بين الحقيقه والخيال. هلا التخيلات الابداعيه اللي عم تحكي عنهم يلي هن كمان جزء من النمو، هل في لهم يعني صفات محدده لحتى نفرق اذا كان هالولد عم بيكذب لانه خيفان؟ يعني كمان كيف بدي اضبط، او يعني ان كانت المعلمه بالمدرسه الاهل بالبيت كيف بقدر اضبط انه يلي عم بيقوله الولد هو تخيلات ابداعيه بحته هو جزء من نموه ومنه عم بي لانه خيفان من شيء عم بيكذب؟ اجمالا وقت اللي بده يكذب خيفان من شيء بيكون في تداعيات للحقيقه، يعني انه ليه كسرت؟ اذا كسر شيء فكر حاله عامل شيء غلط بيقول لك مش انا كسرت، بس انت بتكون عارف انه هو كسر. يعني هون
بده يكون في تبعيه، يعني الكذبه بدها تكون عم بتخلصه من اساس، اما من اذا بدي اقول ملامه هون فينا نقول انه هو عم بيكذب ليديك، وهيدا هيدا الشق رح نحكي عنه. انما وقت بيجي انا ولد بخبرني بصف صغير بخبرني بيقول لي انا امبارح لنقول كنت سايق سياره، اما رحت بالسياره، اما انه بخبر انه في اخبار بتبين انه هيدي المخيله عند الولد، اما بيجي بخبرك انه هو عمل شيء عظيم بيكون يمكن شايف حدا حاضر فيه ما عامل هالإيدنتيفيكاسيون بينه وبين البطل بالقصة، أما بطل بفيلم كثير منهم بيتخيلوا، ومرات هيدي المخيلة بتكون خطرة. مش هيك بنعرف إنه في رسوم متحركة، أما برامج بيقولوا مش منيح للأولاد لأنه بيطوروا عندهم المخيلة وبياخذوا كثير مرات قصص فكروها صحيحة هي ما بتكون صحيحة. إنما النوع الثاني من الكذب يلي كمان هون بيصير ضمن العائلة، مرات نحن الكبار الأهل بيكونوا سببه. يعني أنا وقت اللي بيجي بسأل ولد قدام أمه وبيه أما مين بتحب أكتر، هيدي هون أنا بكون عم وديه للولد عم بقول له مشي إنه عم بدفعه إنه إيه، وبيقول هيك بركي زعلت المام، بركي زعل الباب، لا ما بقول شيء، بقول هيك. يا هون نحن في هدول نوع الأسئلة عم بحشره بالزاوية، عم بحشره بالزاوية، عم بخاف، بده يهرب، مرات بده يضطر يكذب، يقول إنه أوكي هيدا غلط على الأهل. يعني على الأهل ما مفروض نسأل أسئلة محرجة للأطفال من هالنوع، مثل انه نحن عم نزركن انه يجربوا او يلاقوا الجواب يلي ممكن يخلصهم اثنيناتهم، يا اما هيدا السؤال يعني عم بعطي شيء مثل كثير شائع الكل بيعرفوه. بتعرفي لا بعد اخطر من هيك، شفت على تيك توك تشالنج يعني عم بيقولوا له للولد اذا طلقت انا وبيك انت مع مين بتروح؟ يعني عم بيحطوا الولد كمان اذا بسؤال سائل بحد ذاته، يعني بيعمل له هواجس كثير ومخاوف كثيرة، وعم يطلبوا منه على الكاميرا يقرر بتروح يمين او شمال. يعني حتى في بعض الاعلانات على التلفزيون بيقطع انه الاولاد مع مين بدهم يروحوا، يعني انه لشيء ل يعني الكترونكس بالبيت كمان اعلان سخيف بيقول لهم بيطلب الاولاد انه ينقوا بين البي وبين الام وبهالاشياء المحرجه. هلا لانك فتحت الموضوع، بس لانه مرات في اشياء بتكون كثير خطيره على الاولاد بتقطع هيك مرور الكرام كانه ما بتاثر عليهم، لانه الولد بيعيش بانواس، الولد بيضل خيفان انه اهلي يطلقوا. يعني انا هون كمان عم حطه عم خلي عنده الخوف انه رح يتوقع انه هو مثله مثل غراض البيت. هيدي الدعاية كثير خطرة على الأولاد. على فكرة أنت قلتيها إنه مثل البراد. هلا لنرجع لثاني طريقة يلي هي كمان ممكن نحن نكون السبب إنه عم نحط الأولاد نجبرهم يكذبوا، وقت نحن ما بنسمع لمشاعرهم. يعني مفروض الأهل يتركوا الولد يعبر عن مشاعره، وهيدي بتصير كثير أوقات وقت بيكون في غيرة بين الأخوة. الغيره بين الاخوه انه بيقول انا ما بحبه لهيدا خي صغير. بيجي دغري الاهل، لا ما فيك ما تحبه، كيف ما بتحبه، ليك شو قال انه لا انه ليه، خلينا نساله انه ما بتحبه. ايه كمان معك حق مزبوط، يمكن مرات بيبكي عم بيزعجنا، بس هيدا خينا. يعني نتركه يعبر عن مشاعره انه طيب ما بتحبه. وكمان يمكن بدنا نفكر إن نخليه يحكي عن الحب، نعرف شو يعني الحب بالنسبه له، لانه يمكن هو بالنسبه له عم يقول ما بحبه، يعني ما بقى بدي العب معه هلا لاني زعلان منه. ما كمان مرات الاهل بيحكي الاولاد بيحكوا مفاهيم بياخذوها الاهل اكبر حتى من كيف الاولاد بيفهموها. مزبوط، يعني حتى كثير مرات ولد صغير يعني بيكونوا واعدينه ومحضرينه انه هلا بده يجي خي، بده يصير عندك خي صغير وبدك تلعب انت وياه وبدك تنبسط، شوي بشوف اجى شيء صغير كثير كله عم بيهتم فيه وبيضل يبكي وبيضل يزعج وبيشوف صح. امه على طول ملهية معه. يعني هون نحن كمان الولد يلي عمره بثلاثة او اربع سنين نحن بحاجة انه نسمع له، بحاجة نخليه يعبر عن مشاعره وما نكون عم نرفض هيدي المشاعر، بانه رفضنا لمشاعره وما نخليه يعبر عنها هي طريقة انه نحن نخليه يرجع بعدين يصير يروح على الكذب. تفضلي كملي.
كملي دكتوره معوض. لا كنت بدي اعطيكي مثل كمان، ما بعرف اذا رح يعني هيك نعالجه. مرات الاهل بيطلبوا من الولد انه ما يكذب، بس هن بيكذبوا، او مرات هن بيجبروه يكذب. يعني مثلا اذا اتصلت التيتا الا اني ماني موجوده، هي وان او تو، بيشوفوا هن عم بيكذبوا، انه بيشوف مثلا امه او بيه او بيو كذبوا على شيء، انه يي ليك انا اليوم بالجبل، هن بيكونوا على الساحل، وبنفس الوقت بيكونوا عم يطلبوا منه ما يكذب. مزبوط مزبوط، هون هيدا بيكون تشجيع على الكذب للولد. يعني ما في شيء اسمه كذبه بيضاء او كذبه لا، بس هيدا نوع من تصرف الاهل، لانه الولد اكثر شيء ممكن يتعلم منه هو التعليم بالمثل، يعني بيتشبه باهله. وهون في نقطه كثير مهمه، انه كثير مرات الاهل بيقولوا، في اهل بيقولوا لاولادهم كون عم تتصرف بشيء بيشبهنا، بشيء مثلنا، وقت اللي بيكونوا هن مربيينه على الاخلاق انه هيدا الشيء بيشبهنا اعمله، ما بيشبهنا ما تعمله. هيدي طريقه كثير منيحه، وهون بقول لك هيدي خطره، خطره انه انا اجي اقول له لابني ما تكذب، وانا بكذب قدامه لو بقصص يمكن نحن ما بيعتبروها الاهل كذب، بس كمان عم يكون نحن عم نبرر له للولد انه يمكن يجي على المدرسة مش عامل الفرض ويقول أنا ما يقول أنا ما عملته، إلا أنا نسيته ناسي الدفتر بالبيت. هيدي كمان طريقة أنه يكون عم بيجرب يكذب لا يهرب من العقاب، وهيدي كمان بمرحلة معينة بتشكل خطر، لأنه الكذبة الصغيرة ممكن تكبر وما بنعرف لوين قد ايه بعدين ممكن بيكون قادر يكمل يخبي اخطاء بهالطريقه. يعني وقت اللي بيصير في عنا هيدا الموضوع، مش المطلوب انه نكون عم نحرج الولد، المطلوب انه يكون عم بيصير في تعاون بين المدرسه بين البيت، وبين نخلي الولد يفهم انه انت اذا قمت بعمل معين تحمل مسؤوليته، لانه اجمالا الكذب بهالحاله هو هروب من المسؤوليه. يعني إذا كسر الولد لنقول شيء بالبيت بيقول خيي كسره مش أنا كسرته، بيكون خيه أصغر منه، بس بأنه بيعرف أنه خيه صغير ما رح يقولوا له شيء، بس هو كبير بيفهم رح بيقولوا له. دكتورة معقول نعم نونو تفضلي تفضلي. هون فكرة القصاص هي يلي بتخلي الولد يكسر، أما وقت بيحس أنه صار في ظلم أنه خيي ما بيقولوا له شيء أنا بيقولوا لي، بقول أنه خيي خلص شلت عن ظهري وخيي ما رح بيقولوا له شيء. بس هون هيدي عند الأهل، أنه وقت بيكونوا عم بيصروا على طول أنه يكون في أساس، أما يكون فيها التعامل إذا بدي أقول في عقاب وفي أساس بينهم وبين الأولاد. خلينا نمشي على التفاهم أكثر، على الحوار اكثر، بنكون عم نجنب الاولاد انه يجربوا يروحوا على الكذب ليبرروا افعال عندهم. دكتوره معوض، اكيد بنظريات النمو المختلفه للاطفال في بعض الناس بيعطوا اذا بدك ايجابيات للعقاب، الثواب والعقاب، لانه حسب رايهم بيساعد هيدا الولد انه يكون نظامي ويعرف انه في اشياء اذا ما بنعملها رح بتخسرنا وممكن نخسر من خلال هالعقاب. وفي بعض اذا بدك النظريات الثانيه اللي بتعتمد اكثر مثل ما هلا سبق وذكرتي على انه ما يكون العقاب هو الدافع يلي بده يخلي الانسان ما يعمل الاشياء، انما نروح اكثر نحو التحفيز الايجابي. هلا الغريب انا مع اذا بده يكون في عقاب، انه ما يكون عقاب فقط انه انا اعطيته عقاب. يعني انا اذا ابني عذبني ما فيني اضربه باوضه اقول له انا ضربتك باوضه وهيدا العقاب تبعك، لا، انا اذا يمكن فيني يكون عم بعطيه شغل يعمله يصلح يلي انتزع. إيه يعني بطريقه واخرى، إذا فشكل أوضته بقول له أنت رتب أوضتك اليوم، عليك أنت ترتبها لأنه صار هيدا الشيء. أما إذا يمكن ما كان عامل درس وبطلب منه يرجع يقرأ شوي زيادة، يدرس شوي زيادة، يعمل شيء يكون بينفعه. بس أنا ما إلي حق كون إذا أنا عم بربي ولد أعطيه قصاص أما عقاب ما إله منفعة. بس في يكون الكذب يعني لنرجع لموضوع الكذب، في يكون الكذب هو الدليل على انه هالعقاب منه مزبوط. يعني في يكون في، وهون بنحس انه ما بيتوقفوا كثار من المربين او حتى من الاهل على انه بيصيروا يقولوا كذب،
ما بيتوقفوا على أنه كذب، لأنه ربما هو خيفان من العقاب. يعني قديه ممكن يكون الكذب كمان دليل على أنه هالعقاب المعتمد منه فير ومنه عادل ومنه مظبوط بهالشأن؟ يعني ميلاد بيكون خيفان من الظلم أول شغلة، لأنه بيكون حس أنه انظلم قبل بمرة. ثاني شغلة بيكون خيف من نظرة الآخر يلي مفكرها رح بتغير إذا هو كان عم عمل هيدا الخطأ. يعني هون كمان كتير مهم أنه نفرجي للولد أنه أنت إلك حق عم تعمل غلط، بس المهم أنه أنت تكون عم بتصلح الغلط تبعك. ما فيك توقف، ما فينا نوقف عند الخطأ ونقول نحن خلص هيدا الخطأ صار ونحن ما فينا بقى. خلينا يكون عندنا معاطاة إيجابية مع الخطأ، أنه الخطأ هو هدف لنتعلم، هو يمكن عسرة صارت معنا بس نحن قدرين نتخطيها، قدرين نصلحها. ما في خطأ ما بيتصلح. ساعتها هون بنكون نحن عم نعوده أنه يتعلم من أخطائه، لأنه أنا أو بدي أعلم ابني أنه أنت أو التلميذ عندي بالمدرسة إذا غلطت الغلط المهم، كل إنسان بيغلط، بس نحن المهم أنه نكون عم نصلح هيدا الخطأ مش بخطأ تاني، بطريقة إيجابية نكون عم نعود على اللي غلطنا معه. هون بتكون انا ربيته مزبوط، بينما انا اذا خل ما قلت ما كنت عم بعاقبه بدون ما يفهم ليه، هو عمل اول خطا انا صلحته بخطا ثاني وهو ما فهم ليه تصلح، رح بيعمل خطا ثالث مره ثانيه ليغطي الخطا الاول. يعني بصير غلطه عم بيصلح فيها غلطه ثانيه وبنفوت بحلقه لا متناهيه. فخلينا نحن لا نكون عم نتحاور نحن وياه، عم نضوي على الغلط ونقول انه اوكي صار غلط مش مشكل، كل الناس بتغلط، كيف فينا نصلح، كيف بدنا نصلح الغلط. هيك نعم. بيصير هيك الولد بيصير عنده ثقه باهله. نعم. يعني اذا جاب نقطه مش منيحه ما بيمضي هو الورقه وبيعطيها للمدرسه، ما بيكذب، بيخبيها. وتجي الام بتتفاجئ بعد شهر انه ابني كل هالشهر وانا ما معي خبر، بيقولوا لها ما انت ماضيه، بيكون الولد ماضي عنا وهي بتصير. بينما اذا جاب نقطه مش منيحه بتقول له امه تعال اقعد لنشوف انا وياك وين غلطنا، شو فينا نعمل لنصحح دكتورة معوض نكشن راحت. أنا بدي أشكر كثير على المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها، وإن شاء الله بنشوفك كمان بحلقات تانية لنحكي أكثر بهالمواضيع يلي هيك بتمزج بين الأمور التربوية والأمور النفسية.